وأما ما يلزم للإمام من الحقوق فهي كثيرة. الإمام إمام المسلمين له حقوق عظيمة على الرعية لا بد أن يؤدوها حتى يحصل المقصود. فأول حقوقه السمع والطاعة بالمعروف، السمع والطاعة بالمعروف. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم يعني من المسلمين. فإذا تولى الأمر واحد منهم وجب على الجميع السمع والطاعة، لكن يكون ذلك بالمعروف. فإن أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، ولكن يطاع فيما عداها مما ليس فيه معصية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالسمع والطاعة تلزم لولي الأمر بالمعروف، فلا إمامة لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا بنص القرآن. وحتى لو حصل من الإمام ظلم أو جور أو معصية في نفسه وفسق في نفسه ما لم يخرج من الإسلام، فإنه تلزم طاعته لما في ذلك من جمع الكلمة وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو ظلم ولو جار ولو حصل منه مخالفة لم تصل إلى حد الكفر، لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة، ولما يترتب على الخروج عليه من الضرر العظيم الذي هو أعظم من الصبر على ما يحصل منه من جور وظلم. فتلزم ليس من شرط الإمام أن يكون معصوماً ألا يخطي ما دام أنه لم يخرج من الإسلام. وليس معنى ذلك أنه لا يناصح، بل يناصح سراً بينه وبين الناصح. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. قال: لله ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا من حقه على الرعية، خصوصا العلماء، فمن حقه أن يناصحوه فيما بينهم وبينه،
وأن يبلغوه فيما يحصل من النقص أو من الخلل الذي يكون في الرعية، أن يبلغوه عن ذلك ويعينوه على إصلاحه. فهذا من النصيحة لأئمة المسلمين، وهو في صالح المسلمين. النصيحة لها دور كبير في إصلاح الراعي وإصلاح الرعية. والنصيحة معناها الخلوص من الغش، الخلوص من الغش. الشيء الناصح هو الخالص الذي لا غش فيه، فلا يكون في المسلم غش لا للوالي ولا للرعي ولا لأحد من المسلمين، بل يكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين.